البرنامج الأول هو اقرأ، يهتم بالأطفال الذين لم يدخلوا المدارس، العمر من 6 سنوات حتى 12 سنة. بس يخلص عندنا الطالب البرنامج اقرأ بينتقل للبرنامج الثاني هو إدراك. برنامج إدراك يستهدف الطلاب من 8-12 سنة بيعانوا من ضعف في المواد التعليمية في المدارس. البرنامج الثالث هو برنامج أثر. في عنا البرنامج الرابع برنامج التعليم عن بعد، في عنا مدرسة ياسمين، في عنا المخبار اللغوي. المخبر اللغوي بدأنا مع 5 طلاب، كل طالب يملك تاب ومزود بهيدفون سماعات، برنامج ألف بي، البرنامج تعليم ذاتي. طبعا أنهينا 3 شهور تجريبية، إن شاء الله ممكن نتابع فيه. كان عندنا 5 طلاب، طالبة أنهت المستوى الأول بنسبة 100%. احنا بهالبرنامج هذا حبينا انه نقدم خطوة اولى للطلاب بحيث انه نستجذبهم للدراسة ونرفعهم من الأمية الكاملة الى اقل ما يمكن يعرفوا يقرأوا الاحرف.